واحبطني. هو كان محبط يعني طبعا، وقال ان احنا بنتكلم في 3 أو 4 لعيبه بالكتير ممكن يفيدوا، ممكن يفيدوا منتخب مصر الاول في المستقبل. يعني هو محبط على فكره. ايه جاملك بالثلاث اربعه دول؟ صح، انا حسيت، انا قلت له كده، انا حاسس كمان ان انت بتبالغ. قال لي يعني 3 4 يعني. ليه بقى؟ ليه نبقى واقفين محبطين من المستقبل كمان؟ يعني لو الحاضر مضايقنا فالمفروض المستقبل يبقى اكثر اشراقا وننبسط ونقول ان شاء الله خير في اللي جاي. احنا اكثر ناس بنتكلم عن المستقبل يا كريم. على فكره احنا مش عايشين يومنا. احنا تعبانين قوي في المستقبل. المستقبل ده مش في ايدينا خالص، ولا نعرفه ولا عارفين فيه ايه. لكن بامانه شديده السؤال اللي محتاج يكون فيه صراحه، هل انت تمتلك قاعده من المدربين؟ يعني انا لو رحت سالت اتحاد الكوره لو سمحت انا دوله من بره عاوز مدرب عندك بمواصفات كذا يعمل لي شغل في، هل عندك؟ هيقول يوم ما تفكروا ان هم يعملوا حاجه زي كده باعوا الراجل وجابوا الناس بتاعتهم. لو تفتكر دكتور عمرو بن مجد لما عمل قائمه فنيه نرتبها راحوا جابوا كل واحد قبله. اصبحت المساله هناك تجاره اسمها كره القدم. تجاره بص خاسره للسمعه، لسمعه البلد. يعني ما عندكش كميه انفاق، وزي ما قال احمد لعيبه انت جايبها بتديها عقود ملايين، وفي انديه تانية جايبه لعيبه ب 50,000 دولار و 200,000 دولار تبقى مفاجاه. كسروا الدنيا، بيقولوا كسر الدنيا ب 200,000 هيجددوا له عقده، وبعد بكره هيتباع ب 2 مليون صح. خلاص هيروح النادي اللي اشتراه ب 2 مليون ما يلعبش معاه ماتشين، يلا مع السلامه. يعني عايز اقول لك ايه، انت مشكلتك تعال راجع قول لي مين المدرب اللي بيكتشف اللاعب. تعال ابداها معاك من الاخر. انا عاوزك تفكر لما تبدا الاختبارات بتاعه الناشئين اللي جايه في الصيف الجاي، باخد كاميرتك اهو بعد حد صور لك وشوف لك طبيعه الاختبار. عملنا كده المانيا حضرتك، عملنا كده وشفنا الاختبار بتبقى عامله ازاي. بيخش 5000 واحد مره واحده. والمفروض يختار من 5000 واحد اللي بيلعبوا كله. قد ايه بيعمل تقسيمه 15 دقيقه ما بيبصش سياده هو كمان المدرب مش بيبص، سياده اللي هو اللي بيختار حاطط ايديه ومكشر بالزبط. مع 2 3 وبيتكلموا بعض، مالهمش دعوه اللي بيلعبوا بالظبط كده. هم مختارين الناس اللي جايه. وبيختاروا من مين بقى؟ بيختاروا ايه؟ لا بيختاروا ابن مين وتابع مين وتوصيت مين وتليفون مين. بالظبط. مش عاوز نقول في تفاصيل عشان في تفاصيل هتبقى كارثه. اقسم لك بالله كارثه، والناس دي ما عندها ضمير. واللي وصلنا له النهارده انك انت لما تيجي تبص على المنتخب لا عندك راس حربه. فينه؟ غير مصطفى محمد. ونفت بجلده وانا بقول له ربنا يكرمك. خلاص؟ مين باك رايت منتخب مصر؟ مفيش. مين باك رايت؟ مين باك ليفت؟ طب مين في قلب الدفاع؟ طب مين صانع لعب؟ مين الواد اللي عنده اللقطه؟ مين اللي بيعمل لك واحده والثانيه؟ فين؟ في حاجه اسميها انه ناشئ عاوز يلعب كوره يدفع ابوه يبيع ارض في البلد عشان يجي يدفع في المدرب يتنصب عليه ب 150,000 جنيه و30 و40 و50 و60,000؟ ايه قال القطاع الاستثماري؟ اختار فريق 30 15 انا جايبهم 15 يدفعوا فلوس يصرفوا على 15 التانيين وما بيلعبوش؟ ايه ده؟ يعني باي منطق؟ واقسم لك بالله احنا قعدنا نتفرج على ماتشات منتخب الشباب بامانه شديده في لعيبه مش عارف تقف الكوره. يعني انا يعني عاوز تسال مين دول؟ يعني دول يعني مع كامل احترامي دول المفروض بقى الصفوه بتاع جيل الشباب في مصر. يعني دول الصفوه، دول الاحسن، دول احسن لعيبه. يعني انا بكلمك مع كامل احترامي كابتن محمود جابر والاختيارات، مين دول؟ يعني دول فين؟ ده انت لما خدت يعني اصبحت في افريقيا متصدر المشهد تصدرته بيه المنتخب، احمد متعب وشوقي وحسني عبد ربه كان مع كابتن حسن كمان بطوله افريقيا بره في بوركينا فاسو لما كسبنا كوت ديفوار. الجيل ده هو اللي انت بنيت عليه بعد كده ايه 2006 و2008 و2010 مع بعض الناس اللي من بره المحترفين مع بركات وغيره والناس اللي كانت موجوده والحاضر وكده. لكن انت ايش عاوز اقول لك؟ ايه بتيجي طفره. شوف انت، انا عاوز اسالك، شوف انت ليك قد ايه كم فتره بتدور على الطفره ومش لاقي؟ صح. فين بقى يعني بامانه شديده بقول لاتحاد الكوره، بقول لاتحاد الكوره وبقول للدكتور اشرف على الجهد اللي هو بيعمله الراجل. اذا لم يكن هناك بفعل حقيقه مشروع مش من اللي احنا بنسمعه. فعلا عندنا ازمه في المدربين، لابد من صناعه كوادر. يا تجيب لها ناس من بره تعلمها، يا ما تقوليش اعمل شهاده واعملها بالدولار واعمل شهاده ثانيه بال 40,000 جنيه. مش 40,000 جنيه عشان اديها لك انا، لا يعني ازاي يعني 40,000 جنيه؟ طب انت جايب مين هيدرس؟ من ناس من هنا ولا ناس من بره؟ يعني انت جايب خبره؟ يعني جايب خبره تدي دورات وتعمل؟ طب ما عندك فتولي قاعد ما يدي دورات، يعني انت مش جايبه ولا انا غلطان؟ انا قلت عندك، انا بكلمه عندك ميكالي. الله،
ليه؟ انا مشكلتي الاساسيه على فكره انت عندك كمان فيريرا وعندك مارسي كولر. انا بكلمك موضوع يعتبر خبراء. افكرك بحاجه مشكلتي مع منو الجزيره كانت النقطه دي ان انا كتبت تقرير في الاهرام وطلبت ان اداره الاهلي تستفيد من الراجل ده بالوسط المستوى انه على الاقل يخرج من تحت ايده من 10 الى 15 مدرب من ابناء الاهلي ودول تبعته بره يكمل. واتقلبت الايه وصارت مشكله وحصلت خناقه كبيره جدا مع بعض بسبب الموضوع ده. انا كان عندي هدف ان انا شايف ان انا جايب واحد عمل لي نقله. انت كان المفروض ايه؟ لابد ان انا استفيد من الناس اذا لم يكن لديك هدف. لكن النهارده تقول لي اختبارات الناشئين، طب انا اتحداك تجيب مدرب لعيب، ايه كل واحد بطل كوره يشتغل مدرب ولا يعمل اكاديميه؟ اتحداك تجيب مدرب بطل كوره قول له اعمل له وحده تدريبيه كامله. مش عارف.